افتح مقر مركز الدراسات الاشتراكية، واعتقد ان هو هيبقى مقر لكل اليسار الثوري ويسار عموما في محافظة بني سويف ومحافظة الفيوم وبني سويف. بني سويف جارتنا برضو لحد ما نعمل مقر هناك. واعتقد انه كمان هيبقى بيت للعمال والفلاحين والطلبة اللي من الفيوم ومن المحافظات المجاورة. واتمنى انه يبقى مركز الدراسات الاشتراكيه في الفيوم يبقى محطه انطلاق للاعمال والاحتياجات الثوريه في كافه المواقع. في الحقيقه يعني تعال اكمل على كلام الزملاء، علشان نقدر ننجح الثوره لازم نعرف عدوها الحقيقي، لانه جزء من العقبات اللي ممكن تواجه اي ثوره تاريخيا هي عدم تحديد أعداء الثورة أو خندق الثورة المضادة بشكل واضح. الأوهام اللي بتتحط في النص علشان تغير المسار الثوري من طريقه إلى طرق أخرى بتؤدي في النهاية إنه الثورة دي تنتهي وتفشل ويعاد إنتاج النظام القديم أو يعاد إنتاج نظام أسوأ منه. الحقيقة إنه إحنا على مدار السنة اللي فاتت قدرنا فعلا نكشف الصورة، والصورة دي توضح إلى حد ما قدامنا مين هم صف الثورة اللي مكملين علشان يحققوا أهداف الثورة اللي طلعت من حناجر المصريين وفي هتافات الناس في الشوارع بشكل عفوي، محدش قعد اتفق عليها، عيش وحرية وعدالة اجتماعية. مفيش حد قبل 25 يناير قعد قال ان احنا هنخرج يوم 25 ننادي بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. هذا الشعار خرج من الأحياء الشعبية ومن الحواري من غير ما حد اتفق عليه. فدي أهداف الثورة المصرية. على مدار السنة اللي فاتت كانت في قطاعات من الشباب ومن العمال ومن الفئات المختلفة من الشعب المصري بتحاول إن هي تكمل الثورة، بتحاول إن هي تزق الثورة لقدام. على الناحية التانية كانت محاولات الثورة المضادة يعني دائما ما كانت بتواجه هذه المحاولات. طبعا احنا عارفين كويس انه المجلس العسكري بيقود الثورة المضادة، بس هل الناس كانت عارفة انه المجلس العسكري هو قائد الثورة المضادة من بدري ولا اكتشفته بعد شوية؟ اكتشفته بعد شوية. الناس كانت بتقول الجيش والشعب ايد واحدة بمنطق المجلس العسكري، لانه ساعتها كان المجلس العسكري منعقد انعقاد دائم وهو اللي ماشي مبارك والكلام اللي كان طبعا الكذب اللي اتقال في وقتها، والناس كانت مصدقه ان المجلس العسكري جاي علشان يدعم الثوره ويقف مع مطالبها. طبعا الكلام ده كلام مش حقيقي، واحنا قلنا الكلام ده في 1 فبراير قبل مبارك ما يمشي و11 فبراير ساعه مبارك ما مشي، انه يا جماعه خدوا بالكم الجيوش ما هياش حاجه واحده، الجيوش دي فيها قياده وقواعد، فيها ضباط كبار وجنود، خدوا بالكم المجلس العسكري عمره ما هيبقى في صف الثوره لانه عمود اساسي من اعمده نظام مبارك وهيرجع يعني هيشتغل ضد الثوره. طبعا كان في خدعه ثانيه اتخدع بيها الجماهير واحنا وكل يعني كل الناس اللي هي القوى الاصلاحيه. القوى الاصلاحيه اللي التحقت بالثوره وانسحبت منها قبل ما يعني التحقت في الاخر وانسحبت اول واحده. هذه القوى على مدار السنه اللي فاتت كانت بالظبط هي عباره عن الراجل الصناعي اللي بيرمم العمود بتاع المجلس العسكري. كل ما الثوره تاخد خطوه لقدام وتخبط عمود المجلس العسكري ده فتعمل فيه شرخ صغير، على طول القوى الاصلاحيه تروح ترمم هذا الشرخ وتحافظ على وجود المجلس العسكري وتثبت مكانه في قيادة الثورة المضادة. وخدعت كتير من الناس بشعارات اعتقد يعني غير ان هي دينية، شعارات مش حقيقية، شعارات نقدر عليها شعارات كاذبة حوالين ان هم هيجيبوا القصاص للشهداء، هيحققوا العدالة الاجتماعية. ده كلام مش حقيقي. هذه القوة في ناس او يعني كان في راي ان هي ممكن تصنف ان هي ما بين الثوره والثوره المضاده في النص قوى اصلاحيه. في الحقيقه ان احنا في لحظه ان في قوى الثوره وقوى الثوره المضاده بيمثلها المجلس العسكري والقوى الاصلاحيه الاثنين في خندق واحد. الاثنين بقت مصلحتهم واحده ومصيرهم مرتبط ببعض.
مصير المجلس العسكري متوقف على بقاء قوة إصلاحية دافع عنه من قدام تمتص الغضب الشعبي وهي الإخوان المسلمين على رأسها، وجماعة الإخوان المسلمين محتاجة المجلس العسكري ومحتاجة أجهزة مبارك الأمنية علشان الغضب الجماهيري اللي هيجي وهو جاي ضد أي حد هيقف ضد مطالب الثورة. هم أصبحهم الاثنين في مركب واحدة ومصيرهم واحد، وبالتالي العلاقة ما بينهم أصبحت يعني علاقة زواج كاثوليكي ما فيش طلاق، لأنه خلاص بقى مصيرهم واحد، وإنه حتى لو في خناقة ما بينهم هي على المساحات اللي ممكن ياخدها الطرف ده أو الطرف ده، اللي ممكن نشبههم يعني باتنين حرامية سرقوا سرقة وبيقسموا المسروقات ما بينهم، فكل واحد عايز نصيبه في السرقة. فدول خندق الثورة المضادة. طيب ليه احنا بنعتبرهم ثورة مضادة؟ الثورة قامت ضد نظام حسني مبارك اللي كان مبني على ثلاث حاجات أساسية. مبني على دولة عسكرية استبدادية، دولة بوليسية بتقمع الناس، بتقمع الناس مش يعني ضباط بتوع الشرطة كانت دماغهم فيها حاجة غلط فبينزلوا الصبح يدوروا على اتنين تلاتة يضربوهم قلمين، لا، لان هما بيدافعوا عن مصالح نظام. لما بيحصروا العمال في المصانع ولما بيضربوا الطلبة في الجامعة مش بيضربوهم عشان هما بيحبوا يضربوا الناس، عشان بيدافعوا عن مصالح نظام مبارك اللي الحركات دي العمالية والطلابية والفلاحية بتهددها، فلازم يضربوا الناس ولازم يعذبوا الناس في قسام الشرطة. وبعد كده طبعا نضيف ليهم الشرطة العسكرية. في ناس بتملك مصر، بالناس اللي بتملك مصر دول هم 1000 رجل اعمال او اكتر بيملكوا كل حاجة على الارض اللي احنا بنعيش فيها، الثروة المعدنية والمصانع والثروة الطبيعية والسياحة، كل حاجة على الارض بيملكوها، بيملكوا تقريبا كل الثروة في مصر وبيدفعوا اقل ضرائب ممكنة، ومرتبطين بشكل مباشر بالسلطة السياسية اللي كان بيعبر عنها حسني مبارك رئيس الجمهورية والحزب الوطني والمجالس المحلية والشعبية وغيرها من الشكل السياسي بتاع الدولة، وبيدافع عنهم الشرطة في الصورة في الأمام ومن خلفها المجلس العسكري. فده كان نظام مبارك، واللي هو مرتبط بشكل أساسي بأمريكا وإسرائيل، لأنه مصالح الناس دي لازم تبقى مرتبطة يعني بحكم مصر داخلة في إطار العلاقات الرأسمالية العالمية، في مصالح مباشرة بين رجال الأعمال المصريين والأمريكان والصهاينة وتصدير الغاز والسماد والأسمنت، كل ده واتفاقية الكويز علامات على هذه العلاقة المباشرة، والأمريكان كانوا بيدعموا حسني مبارك لآخر لحظة، وإسرائيل لسه بتدعمه لحد دلوقتي يعني بيترحموا على أيامه. فدول أعداء الثورة، المجلس العسكري والقوة الإصلاحية والقوة الدولية متمثلة في الإدارة الأمريكية والعدو السوري. فهل القوة الإصلاحية اللي موجودة دلوقتي هتقضي على مصالح رجال الأعمال اللي هم متحكمين في الثروة بتاعة البلد وهيقفوا في صف العمال والفلاحين وفقراء المدن والطلبة، ولا هيدافعوا عن نفس المصالح؟ هيدافعوا عن نفس المصالح، وبرنامجهم بيقول كده وممارساتهم بتقول كده، هما مش هيبقوا مع العدالة الاجتماعية. في الأجندة التشريعية لمجلس الشعب قانون لمنع التظاهر أو لتقييد حق التظاهر، قانون لتقييد حق الإضراب، وما شفناش قانون الحد الأدنى للأجور، شفناش قوانين لإعادة توزيع الثروة في المجتمع، ما شفناش قوانين ضد الاحتكار، مصادرة الأموال اللي اتنهبت والشركات اللي اتخصخصت، كل الكلام ده مش مطروح على أجندة مجلس الشعب. اللي مطروح على أجندة المجلس الشعب هو ترميم نظام مبارك والدفاع عن النظام الجديد اللي هو نظام الإخوان المسلمين والسلام. فخلاص الأمور واضحة، بقى في صف ثورة وفي صف ثورة مضادة. طيب علشان ننتصر على القوة دي، قوة الثورة المضادة، لازم يبقى عندنا تنظيم، لأنه احنا لما بنواجه دولة، الدولة دي ما هياش مجموعة كده من البشر وخلاص، لا، دي دولة مركزية، دولة مركزية فيها مجلس عسكري بيتحكم فيها أجهزة الأمنية، وفيها شرطة ولها قيادات، وفيها مجالس شعبية، وفيها محافظين ومجالس مدن، وواصلين لحد الشركات، مجالس الشركات. فالناس دول تنظيم مركزي
بيتحكم فيه الدولة. لو احنا مش منظمين، لو في جيشين بيحاربوا بعض، في جيش فيه مليون عسكري ماشي، وفي جيش فيه 100,000 عسكري، دول عاملين سرايا وكتايب وفصايل وعاملين لنفسهم خنادق، وفي قائد لكل سرية وفي كذا، وواقفين متمركزين وواخدين وضع اوضاع هجوم واوضاع دفاع ماشي، والمليون واحد جايين كده ايه، كل واحد بيجري من ناحية، 100,000 هيهزموا المليون لانه مش منظم، معروفة كده، اي حد مش منظم يجري خلاص ده يعني مصيره للهلاك. لكن لو انا منظم هقدر اواجه العدو المنظم اللي بيجري. التنظيمات دي بتاخد اشكال مختلفة. احنا في جامعة في الفيوم، وفي فروع لجامعة القاهرة في بني سويف وفي الفيوم برضه، الطلبة بيشكلوا بعض يعني في طلبة اشتراكيين في جامعات مختلفة وكذا. مهم جدا يبقى فيه لجان ثورية بتضم الطلبة والعمال. ممكن اللجان الثورية تعمل في الأول في الجامعات، وواجب الطلبة ان هم يروحوا يتضمنوا مع العمال او الفلاحين في الفيوم، ونعمل لجان تضم قوى الثورة الحقيقية. قوى الثورة الحقيقية هي باختصار شديد في العمال والفلاحين والطلبة والفقراء في مصر عموما، صيادين بقى غيرهم، دول هم قوى الثورة. قوى الثورة دي هي اللي محتاجين ننظمها في أشكال ثورية تقدر تكمل لقدام وتقدر تهزم المجلس العسكري والقوى الإصلاحية. وبالمناسبة لما نتكلم عن المجلس العسكري او حكم العسكر، ناس كتير بتطلع تهتف في الشارع يسكت حكم العسكر، بس هو حكم العسكر مش 19 ضابط، حكم العسكر هو عسكرة الدولة. وعسكرة الدولة دي وده اللي الاخوان مش فاهمينه، انه مش انا هستبدل المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمجلس الدفاع الوطني. حكم العسكر هو عبارة عن مجلس عسكري وقيادات امنية في الاجهزة الامنية للدولة ومحافظين، 13 محافظ لواءات الجيش والشرطة، رؤساء مجالس ادارات الشركات، هي قناه السويس اللي الفريق احمد فاضل ماسكها، البريد فيها مستشارين من الجيش، لحد ما بنوصل للراجل الضابط اللي طلع معاش ماسك حرس الجامعه. فدي اسمها عسكره الدوله، من اول حرس الجامعه اللي هو طلع على المعاش لحد قياده الجيش، دول بيبقوا متحكمين في الدوله. عسكره الدوله دي مش هتنتهي الا من تحت، من تحت لما نفك ايديهم اللي ماسكه على مفاصل الدوله، افك ايد الفريق احمد فاضل عن هيئه قناه السويس، واللي هيعمل كده هم عمال هيئه قناه السويس، افك ايد منيره القاضي مرات الفريق سامي عنان على الضرائب العامه عن طريق موظف الضرائب العامه، هو ده انهاء حكم العسكر. فك ايد العسكر عن مؤسسات الدوله، فك عسكره الدوله. وده اللي احنا شايفينه وشايفينه هيحصل من تحت عن طريق العمال والطلب. الحاجة الأخيرة وعشان برضو نحدد احنا عايزين ايه بالظبط، ايه شكل الدولة اللي احنا عايزينها، اللي بيحكم مصر بشكل حقيقي من سنة 52 لحد النهاردة هي المؤسسة العسكرية بالشكل اللي انا قلت عليه ده. بس قبل 25 يناير كانت بتحكم من وراء ستارة ماشي. الستارة دي ثورة 25 يناير شدتها وقطعتها، قطعت الستارة. الستارة دي كان مجلس الشعب والحزب الوطني التنظيم السياسي للسلطة ورئيس الجمهورية. المجلس العسكري من أول 11 فبراير شغال على قدم وساق لإعادة الستارة تاني، ويفضل هو مستخبي ورا. النهاردة بدأت تتفتح ملفات ال 25% او الاكثر من الشركات او المؤسسات الاقتصاديه اللي سيطر عليها المجلس العسكري، اللي هي غير خاضعه لاي رقابه. النهارده بدا يتكشف، بقى يتحط في مواجهه مباشره، بقى هو في الوش، لا الشرطه بقى ولا مبارك ولا المجلس الشعب ولا الحكومه بتاعه ايه، المجلس العسكري وجها لواجه مع الناس. فهو عايز ياخد خطوه لورا ويشد الستاره تاني قدامه، يحط مجلس شعب يقعد 4 سنين، يقعد 3 سنين، هو حكم طبيعي، الحكم بتاع حل مجلس الشعب في دور المحكمه الدستوريه هيطلعوه وبيفاوضوا بيه الاخوان وقت ما هم يحددوا. لكن جاب حكومه الجنزوري عن عمد طبعا من النظام القديم، واللي ساعده في كده جماعه الاخوان المسلمين اللي بتشتكي، وحط مجلس شعب قدامه، فاضل رئيس الجمهوريه اللي هو في احتمالات كبيره للتزوير لصالح حد من الفلول اللي مترشحين بقى عمرو موسى او شفيق او غيره، علشان تبقى الستاره اكتملت
قدام المجلس العسكري ويظل نظام مبارك الحقيقي اللي هو مش اسمه نظام مبارك، اسمه مبارك لكن كان مبارك على راسه، لكن هو اسمه نظام الاستبداد والاستغلال والفقر والتبعية للأمريكان والإسرائيل. النظام ده هو اللي عايزين يثبتوه في مكانه ويرجعوا الأوضاع كما كانت قبل 25 يناير. طبعا يعني أنا يعني كلام الزملاء أنا يعني منضم لي في أنه في تفاؤل كبير أنه هذا الكلام إن شاء الله لن يتحقق، لأنه قطاع الطلبة في الجامعات وفي المدارس والعمال في المصانع كل الناس بتتحرك والأحياء الشعبية، لكن ينقصنا فقط فكرة أن احنا نبقى أكثر تنظيما، عارفين نوحد جهودنا مع بعض ونضالاتنا مع بعض، نبقاش منعزلين علشان ما يتحكش علينا، وانه معركتنا ما هتتوقفش، لانه ده برضو الكلام اللي بيتقال انه احنا هنجيب رئيس جمهورية منتخب وكده تبقى فضت اللي انتوا عايزينه، اهو نظام مبارك كله وقع، مجلس الشعب بتاعه بتاع سرور وقع وبقى في مجلس شعب منتخب، حكومة الجنزوري هتتغير لما يجي رئيس الجمهورية وبقى في رئيس جمهورية منتخب، وبقى كده يعني كتر خيرنا معاكم، واي حد هيتكلم بعد انتخابات رئيس الجمهورية هيبقى هو بقى الراجل اللي جاي ايه ده دماغه تعبانة وبيشز عن الايه عن القاعدة الاساسية اللي هم حطوها. لا، الثورة ما قامتش عشان نستبدل مجلس شعب باخر ولا رئيس جمهورية باخر، ثورة قامت عشان العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، يبقى هتفضل مستمرة ومكملة علشان نحقق الاهداف ده. هيدا الثورة. واشكركم. نشكر الاستاذ هيثم محمدين، وبنفتح باب المداخلات، واول مداخله هتكون معانا الدكتور نصر الزغبي عضو مجلس الشعب عن قائمه الثوره المستمره.